سأقف مع حضرتك أستاذ جميل عند هذه النقطة تحديدا، لأنه مكسب مهم جدا من مكاسب إقرار الهدنة هو الجانب الإنساني، لأنه القطاع على مدار 50 يوم بيشهد حالة من التدهور في كافة يعني سبل الحياة، صحيا واجتماعيا وغذائيا. النهاردة كان من شوية معانا على الهواء في بداية الحلقة مداخلة من معبر رفح الزميل كريم بيبرز، كان بينقل لنا الصورة من هناك و150 شاحنة بدأنا نشوف الشاحنات بتدخل عبر معبر رفح من الجانب المصري. هذا المكسب شايفه ازاي من الهدنة، خاصة انه الاتفاق ما بين الطرفين الاحتلال الاسرائيلي والفلسطيني كان بينص على ادخال حوالي 200 شاحنة يوميا، وكان في وعود من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه الفترة المقبلة هنشهد مزيد من ادخال المساعدات الإغاثية والإنسانية. هذا الجانب كيف تديره الدولة المصرية الجانب الإنساني؟ هو الجانب الإنساني زي ما قلت لحضرتك هي كان على يعني كلها ماشية في نفس الاتجاه. طبعا الجانب الإنساني ده كان مهم جدا بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف المعاناة عن أهالينا اللي موجودين في قطاع غزة. ولو نتذكر أن الرئيس كمان والدولة المصرية رفضت دخول حاملي الجنسيات الأجنبية إلى مصر إلا بعد فتح المعبر ودخول الشاحنات المواد الغذائية والإغاثية. شفنا أيضا استقبال مصر لعدد كبير من المصابين وعلاجهم هنا والأطفال لحديث الولادة. إذا كان مصر من اليوم الأول هي بتسعى إلى دخول المساعدات واستقبال المصابين، وكان في شروط مصر حطتها، وأعتقد أن الشروط اللي مصر حطتها دي استجابت لها حكومة الاحتلال، وقدرنا أن احنا ندخل المساعدات بناء على الشروط المصرية للموضوع. أنا شايف أن في الوقت ده في ال50 يوم مصر هي واجهت العالم ككل بشكل كبير، قدرت أن هي تفرض الشروط اللي هي محتاجة أن هي تنفذها لتخفيف المعاناة حتى الوصول إلى الهدنة. يعني الوصول إلى الهدنة ده أمر ليس بالسهل، يعني ده قدرة كبيرة للمفاوض المصري أنه يقدر يتفاوض على الوصول لهذه الهدنة بعد ال50 يوم من حالة الدمار، وأن الهدنة يتم أيضا مدها بهذا الشكل. إذن في تأثير كبير من المفاوض المصري، تأثير كبير للقوة والقدرة المصرية بشكل كبير، وهو ده اللي احنا شفناه من إشادات أغلب زعماء العالم وآخرهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اللي دايما ما بيتصل بالرئيس ويسمن الدور المصري، بل بيؤكد على يعني كان في الأول كلام زي ما اتكلمنا في البداية عن محاولة التهجير، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية ما يعني الكلام ده بعيد عنها تماما، حكاية التهجير دي أو فكرة التهجير. الجانب الإنساني ده زي ما بقول لحضرتك كان عليه عامل مهم جدا بالنسبة لمصر، وكان الوقت الساعة بتفرق في دخول الشحنات وفي دخول المساعدات. طبعا مع وصول الهدنة طبعا في شحنات كبيرة ابتدت تدخل، وخاصة شحنات الوقود، لان ده كان صحيح. ما كانش فيه وقود عندهم، كانت المستشفيات فيها بتتأثر بشكل كبير لان ما فيش كهرباء، فمحتاجة المولدات تشتغل، الأدوية، وشفنا أيضا الأطقم الطبية اللي بدأت تدخل من مصر أيضا لعلاج المصابين هناك، وكل ده الدولة المصرية قدمته خلال ال50 يوم ولم تتوانى لحظة عليه. وده كان من أهم الرسائل اللي بترسلها دايما مصر من خلال اتصالات الرئيس أو في خلال كل المؤتمرات الصحفية اللي أعلن فيها، تسهيل دخول المساعدات، العمل على دخول المساعدات. وزي ما قلت لحضرتك أن مصر فرضت شروطها ونفذت بالفعل شروطها، وقدرت أن احنا خلال الفترة دي أن احنا ندخل نسبة كبيرة من الشحنات، وفي الوقت الحالي طبعا مع الهدنة الشاحنات بدأت بشكل أكبر بكتير.